بغيت نهضر لكم اليوم على واحد لاغاس دي شيان كي لاغاس ريلاتيفمون غار. وهاد لاغاس سابيل لو بيرجي دو لاتلاس وكيتسمى بالعربيه اللي سميتو ايدي. لغه ايدي كاين اللي كيقول له عايدي عايدي، ولكن هو في الاصل كلمه امازيغيه جايه من ايدي فهمتي اللي كتعني بالامازيغيه انشئه. دونك هاد لاغاس كتلقاها غير في النواحي ديال بورمان في الجبال ديال المغرب الاطلس في الجبال كتقدر تلقاها سيرتو في بولمان ميدل كنلقاهم يعني عندهم واحد الكومبورتمون في شكل كيخرجوا للطريق وكيبقاو يساينوا الناس اللي كيدوزوا كيعطوهم الماكله باسكو هما كيعيشوا برات تعيشوا بحال عندهم اون في سوفاج كيعيشوا هكا في الجبال و سون تري انتيليجون. كاين اللي كيستعملوهم في الراي دونك كاين اللي كيستعملوهم في الراي وكاين اللي كيستعملوهم في بول. ها هما هنا جو كخوا لي فوالا انتوما كتشوفوهم. انا نوريكم دابا ان شيان لو فوالا شوف كيفاش داير اللي تري بو ديجا تري بو سي ان تري بو شيان اللي مانيفيك برافو سي ان تري بو شيان. تقدر تشوفو تري بو شيان هذا سي ان شيان بيرجي دو لاتلاس. و هما هاد لاغاس زعما سي اون غاس ماروكان و سميتها كتعيش في البرد يعني هاد المناطق تيكون فيهم الثلج دونك موان 10 موان 15 عادي عندهم كيتحملوا البرودة وكيتحملوا حتى الحرارة هنا كتكون بزاف في الصيف دونك هما كيتحملوا بزاف هاد لي كونديسيون كليماتيك ان بو سيفير و اون بليس سون تري فور سون تري فور. كتشوفوا هنا مثلا كيفاش هاد لو بيرجي ها هو انا كيبان لكم وكيراعوا به الناس هنايا سي تري بو. نزيدو شويه لقدام غادي بان لي واحد اخر واقف باقي لي واحد اخر واقف هنا قريب هنا كتشوفوا الناس كيراعوا بهم لي فوالا شتي تري بو